خايف والله. لا بلاش عقو، بلاش عقو، بلاش عقو، بلاش عقو. هنا الله الله، انت شايف حاجة؟ الدنيا كحل. ما هو ده اللي عاجبني. عاجبك فيا يا غبي؟ والله حلوة قوي الضلمة دي. عايزين نعرف بيت جدك فين. ايه يا جماعة، يا جماعة بجد انا مش مصدقة ان البيت ده جده سابه لنا. اكيد الموضوع فيه حاجة غلط. لا مفيش حاجة غلط والله العظيم، ان شاء الله البيت ده الامل الوحيد لينا، لازم نشوفه ونبيعه وناخد الفلوس. امل ايه ونيري ايه؟ مفيش اي امل، ده احنا بقالنا ساعة ماشي، ده انا جالي تسلقات، ده احنا ما شفناش حتى عيشة فراخ. هنلاقي هنلاقي والله، ان شاء الله هنلاقي ان شاء الله. فين طارق؟ طارق يا طارق يا طارق يا طارق. بس 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 يا ابني، انت متخلف انت وهو. تعمل ايه؟ بوري ان انا بشوف نفسي. في ايه؟ في ايه؟ انتوا متخلفين، ما تقولوش اسمي خالص. اوعى حد انت يا ابني ركز معايا انا اللي بتكلم. عايز ايه؟ ما تقولوش اسمي خالص، انا هربان من الحكومه وهربان من الدنيا كلها. ما تقولوش طارق، قولوا اي اسم تاني تمويه غير طارق. من دهلك نقول لك ايه يعني؟ قول يالا يا طارق، قول جزر. جزر دي قديمه يا ابني. اسمع، قولوا اي حاجه، ابوس ايديك، انا هربان من الحكومه كلها. انت بتعمل اللي انت بتعمله ده؟ ايه دول؟ انتوا متاكدين ان البيت ده بتاعنا؟ ايوه. نعرف بقى، تعال بص عليه. ايه ده؟ ده في بيت اهو. ده هو البيت ده يا جماعه، هو ده. يامّا ايه ده؟ تقريبا في حد بيدخن جوه. كان قديم ملوش صحابه، تدور تدور كئيب عليه جبال تراب، ونقصه باب وشكله بيجي باكتئاب. لو عشت فيه عشتك لباب لباب لباب، لو تشتريها شوف عذاب عذاب. انتوا مين؟ انتوا شكلهم شحاتين. انتوا قاعدين هنا ليه؟ يلا بره، انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ مكان قديم وبقى ملكنا، احنا اللي مالناش اي بيت ولا حتى يوم كان عندنا احلام نعيش في اي حته. خد يلا، خد خد شايل كده بالنص. انا يا طلاب هسيبك. حل يا ولاد، سيبه سيبه. حل يلا. انت متخلف يا ولاد، هقتله. ايه ده؟ ده مفكرني ابن ناس. ايه ده؟ ده انا مجرم. ده العيال ضحكوا علينا، قال السيري بي وفلقوا. يا ولاد الذين، ده عبقره.
أباكر كده قاعدين يخرجوا من الأوض زي الصراصير. لا 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 ده كتير قوي شحاتين كتير. لازم نطردهم كلهم الشحاتين دي وناخد البيت. شفت اللي كلهم دول دي أوضة واحدة. يا لهوي. أوضة واحدة في القصر ده. لا هنطردهم برضو إن شاء الله. هنطردهم. أنا قابلني يا أخويا. يا جماعة أنا خايف جدا، أنا أصلا هربان من الحكومة فبشك في كل الناس. أنا آسف جدا، يعني أنتوا مين؟ يا عم احنا اخواتك يا عم. اذا انتوا اخواتي لا حول ولا قوة الا بالله. هربان بقالي 20 سنة فما اعرفش حد. بس العنطوس ده مين؟ بس انا اسف كده. العنطوس ده اخوه. اخويا انا اسف اخ والله العظيم. معلش معلش ايه بس يا طارق، بس بقالي سنين انا اسف. والجندة دي مين؟ الجندة دي خطيبة العنطوس. معلش انا اسف تاني مرة لان فعلا والله ما عرفت. بنت مين؟ انا اخوك يا عم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الأسرة اتفككت كلها يا جدعان. اتفككت انت معرفتش؟ ده أمك ماتت. أمي ماتت؟ أيوة. أمايا يا أما شد الضفاير ضفريني، لو عايشة يا أما بعد إذنك فطريني. بجملة الحزن بقى أبوك رخر مات. أبويا مات؟ آه. أبايا يا أبا. يا يابا الاسره راحت في داهيه. لا حول ولا قوه الا بالله. واحد بتاع نسوان والتاني فجاه كحبر. يا ابني نسوان ايه؟ دي خطيبتي. ما انا اسف جدا يا اخ والله انا اسف. طب وانت ايه اللي خلاك تفتقر وعايز تبيع الزفت البيت ده؟ انا افتقرت. ده انا افتقرت فقر الكلاب، افتقرت فقر ما بعده فقر والله العظيم. ازاي يا انا كنت شغال مصمم ازياء قد الدنيا. ايوه برنس. عارف فستق هيفاء الاخير؟ إيه؟ انا اللي صممته. ايه ده بجد؟ اه والله، بس ما كملتوش، هي خدته وهبت على الحفله والله العظيم. لا قفلت ظهره ولا قدام ولا يمين ولا شمال ولا قفلت حاجه، بقى فستان من غير قماش وهبت. لا شفته بصراحه والله، ده انا قعدت اتفرج عليه طول الليل. شفته؟ هو بتاعك انت؟ لا مش بتاع، انا بتاع هيفاء، انا اللي عامله. انت اللي مصمم؟ انت انت اللي مصممه يعني؟ انا اللي مصمم الفستان ده. وبعدين بس حصل لك ايه؟ اتشهرت بقى انا قوي على النت وعلى الحاجات، وقعدوا يقولوا الراجل ده مهزق والراجل ده حيوان، والناس شتمتني شتيمه جارحه. طب وبعدين؟ لا حول، احنا لازم بقى نبيع الايه البيت ده دلوقتي حالا، ونمشي العيال دي من هنا عشان اهرب لايطاليا. طبعا هتهرب لايطاليا، ده لازم نروح نهرب العيال دي. يلا العيال ولاد لازم. بقول لك بيعملوا هيست بقى. زن 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 زن. ايه يا سامح؟ حرام عليك يا سامح، الناس بدات تلاحظني واصحابي بداوا ياخدوا بالهم مني. حرام عليك. وانا اعمل لك ايه؟ انا كنت ضربتك على ايدك يا سامح. انت اخدت مني اعز ما املك، ال 250 الف جنيه اللي حيلتي. اديهم لك على الجزمه القديمه. طب انا عايزاهم دلوقتي. هو دلوقتي مفيش غير الجزمه القديمه، لكن فلوس انا خلاص افتقرت وانت عارفه، وجايين هنا عشان ناخد فلوسنا. افتقرت ايه؟ ده شقه عمري، ده انا صوت ولا مالك الناس يا حبيبي. صوتي بقى عشان يعرفوا ان خطيبتي رقاصه. يلا صوتي. ومالها بقى الرقاصه؟ الرقاصه دي اللي انت عايش من قصد وسطها. انت بتعايرني؟ وشويه شويه كمان اقسم بالله مش بس هعرفه مني رقاصه، لا هصوت واعرفه منك كنت داير تطبلي في الموالد والكباري. وايه؟ كباريهات. كباريهات؟ ده انت بتشمي تحت الكباريهات. مش ينفع كده. افتكري ايام زمان. فاكره زمان؟ حبيبي تسموحة. بتحبيني قد ايه؟ بحبك قد الدنيا كلها، قد البحر والهواء والسماء والشجر. نتجوز؟ مش هينفع نتجوز. ليه؟ عشان مش معايا فلوس. اديك يا عم. مش قصدها حاجة يا عم. لسه اعرف صفة ايه النهاردة انتي؟ في ايه مالك؟ اساعدك يا سامح. ايوه بس مش انا اللي واحده ست تساعدني. ليه بس يا سامح؟ ده انا وانت واحد يا حبيبي. مفيش واحد، مش انا اللي اخد فلوس من عرق الستات. انت زعلتي؟ اه. خلاص هاخدهم. بس بشرط. ايه؟ تعتبريهم سلف. اوكي يا روحي. يا روحي. إيه؟ مش العربيه بتاعتي باظت. اجيب لك عربيه. مش انا اللي اخد فلوس من عربيه. مش انا اللي اخد عربيه من واحده ست. هو يوم ازرق. شنا تزعلتي؟ اه. خلاص هاخدها بس اعتبريهم سلف. هو ايه اللي العربيه؟ تمام. تعتبريها سلف. يلا نرجع. اهو افتكرت يعني انا لو ما خدت مني الفلوس. ايوه افتكرت وانا بلف. افتكرت. طب يلا نتنيل نخش.
اخش نشوف اخواتك عملوا ايه في البيت الزفت ده. يلا اتفضلي قدامي. هتخش انت من هنا؟ تعالوا معايا. حاضر ماشي يلا. ايه ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ يعني ايه عايزين ياخدوا الشقة؟ ياخدوها مني ازاي؟ يعني ايه؟ اللي انا سمعته ده حقيقة؟ اللي انا سمعته ده حقيقة؟ انتوا بتضايقوني؟ انتوا معاهم ولا ايه؟ لا، انا اللي سمعته ده مش حقيقة يا وداني اليمين. اللي سمعتيه ده حقيقة يا وداني اليمين. مالكيش دعوة انت يا وداني الشمال، عشان انت شمال اصلا. يعني ايه ياخدوا مني البيت؟ انا شقيت وتعبت في البيت دوت. انا لما جيت كان جميل، كان بيبرق، نتنته، خليته خرابة وعفنته. بعد كل ده ياخدوا مني البيت؟ ده على جثتي بيت يا كوارع، بنت يا كوارع. نعم يا معلم. اسمي كوارث مش كوارع. يا ناقصة كوارث يا بنت، مش كفاية الكوارث اللي احنا فيها. خلاص يا معلم معلش، كل سنة وانت طيب. يا رب اجعلها سنة بدعة كريم وصدع اللئيم ومنيلة بستين نيلة على اللي ينكد على الحريم. اوعي شاعرة. الله يخليك شاعرة يا بت. والله فكرتني بالقصيدة بتاعت الراجل اللي بيقول وغطى العفار النار ولا حد عاد شايف والدبابات بتهل وانا برضو مش خايف. انت بتقول لي انا كده معلم؟ عيب يا كوارث. بتقول لي انا كده؟ يا بت بس يا بت يا معلم. يا بت بلاش الحركه دي يا بت، انا ما ناقصه. بقول لك ايه؟ ما هي باظت بسببك، فاضل واحده تطبقها لنا. ماليش فيه بقى. اتنيلي بقى على عينك. اسمع بقى، عايزه ايه؟ بلاوي الزفت ده بيشحف في المنطقه اللي انا بشحف فيها. انت بتشحتي فين يا بت؟ في العتبه. وانا بت قلت لك تشحتي في العتبه؟ امال اشحف فين؟ قلت لك روحي اشحتي في باب الخل. رحت باب الخل. طب وعملت ايه؟ خبطت محدش فتح لي. خبطت على ايه؟ باب الخل. محدش فتح؟ اه. انت عشان غبيه. ليه؟ في ام جرس محطوط فوق. مش في ام جرس محطوط فوق في الباب؟ ايه معلم؟ دول خلق مش هيسمعوا التخبيط والكلام الفاضي ده. يبقى انا اللي غبي بودي الناس اماكن غبيه برضه، هم مش فاهمين حاجه. طب يا معلم بس افهمني. ايه افهمين؟ انا نفسي يبقى لي كيان. طب ما انت كيان اهو يا بنت، عايزه ايه تاني؟ يا معلم كيان يعني بيت واسره وزوج وعيال. طب خلي بالك بقى عشان لو الهيليوم خلص هتلزقي في السقف. يا معلم يا بنت بس يا بنت يا معلم يا بنت بس بلاش الحركه دي. انا مالي مش انت اللي عماله تنفشي في نفسك؟ ما تقعديش تعملي كده، طيري فوق. طب بص اسالك سؤال. اسالي. من زمان نفسي اسأله لك. اسالي. انت ايدك اتقطعت ليه؟ ما بلاش بقى، دي قصه حزينه وانا ما بحبش افتكرها. معلش عشان خاطر انا كنت نازل رايح لخطيبتي، فكنت رايح اركب ميكروباص بولاء، فبقول له بولاء يا اسطى خد ايدي ومشي. كان جاي بسرعه منه لله، شقطه ومشي. إيه لا و... اه والله لا، وايدي راحت لخطيبتي. كملت ايه؟ لا حول الله. وراحت خطبت خطيبتي، خطبت واتجوزت خطيبتي ايدي. واكلم ابوها اقول له يا راجل عيب يا راجل عيب، يقول لي احنا كنا طالبين ايدك بس. على معره كلها. معلش يا معلم مش هسكت. اه معلش ان شاء الله مش هسكت. طب ورجلك دي اتعوجت ليه يا بت؟ دي انا كنت في حفله لمحمد منير. أوه. انا بحب محمد منير قوي، فخرجت من الحفله قلت اقلده عشان افرح صحابي، فبقول فيري وري، فرجلي علقت كده من ساعتها ما رجعتش تاني. انا مش عارف هو عايش ازاي. دي ده هم هم والله. معلش يا معلم معلش. شوف رغم اللي فيك ده كله وبسالك تاني،
مش هتتجوزني؟ ايه؟ مش هتتجوزني؟ لوحدي؟ بص يا معلم، ايه؟ انا المفروض اتجوز واحد، مع ان صحتي تجيب اكتر من كده. انت يا بنت صحتك تجيب اكتر من كده، انا صحتي ما تجيبنيش الفرح ده اصلا. والله ما اقدر اجي. يا معلم سيبينا في اللي احنا فيه. ما تنرفزنيش يا بنت. بس يا بنت يا معلم، ادي النيلة، بقول لك الرجل باظت. كنت عايز ليه؟ ده في مصيبه يا بنت. ايه ده؟ في ناس جايين ياخدوا مننا البيت يا بنت، ده انا تعبت في البيت. يا لهوي. طب وبعدين؟ يا لهوي هنعمل ايه؟ انادي البلية؟ ناديله يمكن يعرفهم ولا شافهم ولا اي زفت. يا بالية بالية، انت فين يا معلم؟ يا معلم انت فين يا معلم؟ انت فين يا معلم؟ يا معلم انت ايه يا عم؟ انت فين؟ انت هتشوفني يعني؟ انت فين؟ انت فين؟ واقف جنبك وخلاص يا عم. جمله بدخل بيها، ما تقفش كده. مالك فيه يا عم؟ ما انت ما داري. تاخدنيش في وشي كده بس. مالك يا معلم؟ ايه ده؟ المرتبه دي عايزه تتنجد يا معلم. ايه المرتبه؟ مين دي؟ انا ايه؟ ازيك يا كوارع؟ كوارع ايه يا عم؟ اسمي كوارث. يا شيخه التانيه فيها دهنه بلانين. عامل ايه يا معلم؟ خير؟ انا والله حزين. ليه يا معلم؟ فين ياض راد النهارده الاول يا فيه؟ صرفته كله يا معلم. صرفته في ايه يا؟ رحت العب بلاي ستيشن على اللي يدفع وخسرت. لعبت بلاي ستيشن ازاي وانت ما بتشوفش؟ لا، ما الدراع كان بطريق برايل يا معلم. ايه ده، انت بتروح المحل ده؟ وبعدين يا عم انا بقول لك خسرت، وانا قلت لك كسبت عشان تقول لي بتلعب ازاي؟ سيبني والنبي. قابلت ناس صعبت عليهم، قالوا لي خد تعالى تعالى تصور معانا اعلان. أيوة. فرحت انا بقى، قلت شافوا فيا موديل هيعملوا اعلان نظارات والجو ده. رحت لقيتهم جايبين اتنين هدومهم مقطعه. واحد الحاج محمد والحاج ابراهيم. أيوة. قالوا الحاج محمد محوش فلوس، ادينا له فلوس كتير. الحاج ابراهيم محوش فلوس، جبنا له بقره عشر. ورجعنا بعد سنه لقينا الحاج محمد اللي اديناه فلوس كتير فلوسه كترت اكتر واكتر، واشترى بقر كتير وبقى عنده مزرعه بقر. والحاج ابراهيم اللي جبنا له بقره عشر مش لاقي ياكل نفسه ولا ياكل البقره، والبقره ماتت وحالته الليله بنيله. راجل مش لاقي ياكل رايحين يجيبوا له بقره، لقوا بيحملوا مسؤوليه عيالها بقره عشر كمان. راجل بلا استعباط يا راجل. يا راجل دي ناس بتعمل خير يا عم. عايزين يعملوا خير يجيبوا له بقره مخليه ياكلها. ترم عظمه اللي بقره عشر ولا يكح الراجل. لا حول الله، ناس غريبة. الله، إعلان كان صعب يا معلم. طب أنت بقى قاعد بتحكي، أنت عملت إيه في الإعلان؟ ما أنا البقرة العشر. إيه يا معلم مالك كده مش مركز معايا؟ لا مبروك والله. الله يبارك فيك. خير بقى؟ كنت عمال تنده وتزعق، عايز إيه؟ عايز مصيبة. عايز مصيبة؟ في مصيبة، في خير. مصيبة. لا بص، أنا أعمى بس بسمع، قول كلام يتعقل. بص يا بالية، في ناس جاية تاخد البيت ده. الناس دولت شكلهم فنديه كده. شكلهم فنديه يا بلية. بس دولت ولاد عم اللي رموني زمان، جايين دلوقتي ياخدوا البيت ده بعينهم. عارف احنا نجيب الواد الرابع بتاعنا اسمه ايه؟ الواد بلاوي. ايوه خليكي معايا، نجيب بلاوي ده. تمام تمام. ونقف في وشهم عشان وحدتنا في قوتنا. ايوه احنا وحدتنا في قوتنا، احنا وحدتنا في ان احنا مش رقم واحد، احنا وحدتنا في وحده كل واحد. انت بتعمل اعلان في دافون يا معلم؟ انا بقول لك نجيبه، قول لي هيخلص انده ونخلص نرم الليله. طب يخلص يلا. لا بس لازم نقول للمعلم القرش الاول. ايوه صح، هو بقى المعلم القرش بتاعك اللي فلقانه بيه ده. والله انت اصلا معلم كورك. يا ايه؟ انت معلم كورك يعني ما حصلتش ورك كمان؟ كورك يعني حتى بتستخسره في الشتيمه؟ لا حول ولا قوه. والمعلم القرش برقبتك. بقول لك ايه؟ لا برقبتي بلا بتاع، على القرش بتاعك ده انا افرمه. قرش ايه يا بيت؟ هو كان جاي لنا قرش؟ ما كان جاي لنا سمك مكرونه قد كده احنا اللي نفخناه. انت بتقول كده على المعلم القرش؟ ايوه المعلم القرش. ايوه يا بيت. منور يا معلم قرش. ايه ده؟ اشتغلتك تاني؟ شغلتنا زعبوله والله. مين زعبوله ده؟ يا ابني انت شارب حاجه النهارده ولا ركز. انا بيليا. بيليا شغلتنا. بيليا خدامك. بيليا تعالى ننده زعبولة بقى. يا زعبولة يا بلاوي. يا بلاوي بلاوي. تياترو مصر.
ايوه ادي انت وهو انا. بس ادي انت وهو انا، انا مش شحات زيكم، انا نجم هنا وسطكم، انا لسه جايب التصوير. يا دي راضي النهارده انت اشتغلني يا تصوير ايه؟ وسع يا واد، انا صوره كلها على علب السجاير. ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت ادي اللي على علب السجاير؟ ايوه انا يا حبيبي، انا عمر ما شفت وشك يا. ما بطلعش بوشي، بطلع برجلي بس. ايه ده؟ هي الرجل الملوثه المتخرطه حتت دي المشوهه دي رجلك انت؟ ايوه رجلي يا حبيبي. وياد السجاير بتعمل كده في الرجل فعلا؟ يا ابني انت بتصدق؟ وانا لو بشرب سيجاره برجلي هيحصل فيها كده اصلا؟ دي دعايه يا ده، عشان انت تشرب سجاير عادي. انا رايق وصحيح، انت لو بتشربها برجله مش هيحصل لها فعلا كده، حاجه غريبه جدا. طب بقول لك ايه يا ايه؟ طب والراجل ابو كمامه ده مين؟ ده خالي حسن. طب واللي نص وشه محروقه مين؟ ده انت يا حبيبي، انت هتستقبل ما انت جيت معايا يوم التصوير. ايام ما كان نص وشي محروق بس سافرت لندن وعملت عمليه تجميل ورجعت زي الفل اهو، الحمد لله جان زي الاول. هو انت كده عملت العمليه؟ ايوه. ونجحت؟ لا، هي هم قالوا لي ان هي فشلت بس انا كنت صارف فقلت افرح وخلاص. بس انا مش هروح لندن وارجع حزين. يمكن يا دي يا بلاوي، يعني انت بتكسب من الشغلانه دي؟ طبعا يا حبيبي، انا ما بروحش اشحت، انا بقف كده جنب اي سوبر ماركت واستنى الزبون وهو داخل، اقول له يا باشا انا ما بشحتش، اشتري بس علبه السجاير اللي عليها رجلي واقسم انا والشركه في الاخر. يا ولا يا ولا، ذكاء. وجهه نظر تحترم. وجهه نظر ايه؟ يعني انت التناكه دي كلها اللي انت فيها عشان طالع برجلك على علب السجاير؟ امال انا اقول ايه اللي جالي تصوير خمس حلقات في مسلسل؟ مسلسل ايه ده؟ مسلسل الجوع. اه والله كانوا عايزين انا والمعلم. لا انا مستحيل امثل في المسلسل ده. ليه؟ عشان انا راجل مؤمن والجوع كافر. دايما تفهمنا بايمانك والله يا معلم، وانا كمان مش همثل في المسلسل ده. يا عم بيقول لك المسلسل فيه مطاردات وانا راجل كفيف ومش فايق للحاجات دي. لا حول ولا قوه الا بالله. طب ليه يا ابني ليه؟ طب ما انا ممكن اعمل لك العمليه وتفتح وتمثل. بجد والله؟ اه والله العظيم. خلينا اشوف. طبعا. طب ما تعملها لي. اعمل ايه؟ خليه يشوف. ايه في ايه؟ انا عايزه كده مش شاف حاجه، احنا بنكسب من وراء ايش ده يا عم؟ انت بتصدق انا اعمل له عمليه ونقفش الفلوس بس اللي هو مش شايفها ديت، ولا هننجح ولا اي حاجه. طيب يلا يلا. والنبي نفسي اشوفكم، حاسس لما اشوفكم هحبكم. طبعا هتحبنا، ده احنا احلى اتنين في مصر. انا والواد الواد اللي قدامك ده اطول شاب في مصر. بجد والله؟ شعر اخضر وعينيه زرقاء ووشه لبني هو عروسه لعبه. ايه اللي شعر اخضر؟ بتقول ايه؟ والله مهلبيه واقفه قدامك. والله ما احلى من معلم. انا؟ اه والله. انت عارف حسين فهمي؟ اه. ما يجيش في حلاوتي حاجه. والله شوقتني ليك يا معلم. انت بجد ده طويل قوي. يا ابعد زي ما تبعد لفوق. امال ليه صوته جاي لي من تحت؟ لانه بيكلمك من التواضع. ما بيكلمكش من عظمته، لو كلمك من العظمه هينفخك. طبعا خلي بالك الواد ده بيشم الهوا الاول. يا سلام. شم هو الهوا الاول، نروح انا نشم هوا مشموم بقى احنا. ايه ده بيقول ايه ده؟ والله شارب. اعمل لي العمليه. اعمل لها بس 10 جنيه. ايه ده ب 10 جنيه بس؟ طب الشاش والله. بجد؟ لا خد 20 واعمل لي لوز بالمره. يلا ده الطب رخص قوي. ماشي يا مسهل يا رب. يلا اصحى فتح عينك، اصحى دي العين عليك، غمضت العمر كله خدت ايه؟ غمضت العمر كله خدت ايه؟ انت رافض تشوف ولا مغمضها خوف؟ ها مش سامع؟ مش سامع؟ ايه ده؟ سامع ايه؟ ايه ده؟ ايه الاشكال دي؟ انتوا حسين فهمي ومصطفى فهمي؟ يا رب ارجع عمى تاني، يا رب ابواب السماء تكون مفتوحه. طلعت مفتوحه. ايه؟ تعبيط يا انت، هتزوجنا ولا ايه؟ انت مش قلت ان انت هتكمل مفتح؟ ايوه صح. شكلنا شاربين سوا كلنا. انا سخنت بس في اللعبة، انا اسف. لا ما انت ما تعرفناش. ماشي هكمل. ايه هكمل مفتح عم اشوف الخلق الحلوه دي. ايوه بس كم. بقول لكم ايه، ان دلوقتي ولاد عمي جايين يقلبوا البيت. واحنا عايزين المعلم القرش هو اللي يقف قصاده. خلاص يبقى ندي المعلم القرش هو اللي يتصرف. ماشي يا معلم قرش. يا معلم قرش. يا معلم قرش. يا معلم قرش. في ايد منك ليه ليها يا
يا عاد مين اللي عامل الدوشه دي؟ هات منك ليه يا معلم دلوقتي؟ بس في مشكله، بقول بس يا معلم في مشكله. بس يا انا ما دام ما جيت محدش يتكلم يا ما في مصيبه. بس يا انا مش قلت ايه؟ بس يا شحاته لمت ولا ايه؟ في الايراد، الايراد بيخس ليه يا بيت؟ الايراد بيخس وانت بتتخانق يا بيت؟ في الايراد انتوا بتشحتوا ازاي؟ اقعد منك ليه ليها؟ انا ليا طريقه وليا اسلوب. ليك اسلوب؟ اه. اسلوب اللي بتشحت بيه ده؟ انا ارخم على الزبون واخد منه اللي انا عايزه. اكن انا زبون، ورينا ترخم عليها ازاي. والنبي يا عم هات جنيه يا عم، هات والنبي جنيه يا عم. الله هات ربنا سهل. النبي هات جنيه يا عم، والنبي يا عم. الله هات ربنا سهل لك. النبي هات جنيه يا عم، والنبي يا عم هات جنيه. يلا يلا اتكل على الله. النبي هات جنيه يا عم، والنبي. النبي يا عم هات جنيه. ايه الرخامه دي يا؟ النبي هات جنيه، والنبي. يلا اتكل على الله. النبي هات جنيه، والنبي يا عم، والنبي يا عم. يلا هات، مفيش فلوس يا النبي. والنبي يا عم يلا اتكل على الله. هات جنيه والنبي يا عم. اديك حاجة يا النبي يا عم، هات جنيه والنبي. اتكل على الله. اتكل على الله يا هات جنيه والنبي يا عم. تاريخ مقاوي الواد ده. يلا اتكل على الله. النبي هات جنيه يا عم. خد يا خد. هات جنيه يا عم والنبي يا عم. يلا هات جنيه تاني والنبي يا عم. ايه الواد الرخم؟ هات يا عم اديله يا عم. تفكرين قوي، ربنا يخليهم لك يا رب. ربنا يخليهم لك يا باشا. ربنا يخلي لك الست يا رب. النبي يا عم. تعالى انا هلم بيك كتير. نبي الواد الغلبان ده والنبي. نبي يا سيدي. وديتيها فين يا بيت؟ دي فين؟ اهو يا سلام. ربنا عايز ايه تاني؟ عايز اصوره معايا وهم بياكلوني. والنبي يا بطل رخامة. هات جنيه يا عم تاني. استنى نشوف الراجل بيكح ده. فين يا عم؟ والله المنتج ما بيقبضناش. هات جنيه تاني والنبي يا عم. يا خلاص قول يا، ما انا لميت لك فلوس اهو. هات جنيه تاني يا عم والنبي يا عم. ده رخم قوي. خد يا خد اللي في جيبي كله اهو. يلا هات الموبايل والنبي يا عم. يا بطل رخامة يا عايز الموبايل يا عم. خد يا دي الموبايل. النبي يا عم هات الموبايل. يلا اتكل على الله. هات البلطة عشان البرد. حلوة الطريقة دي. حلوة يا معلم. تقعد تلم من الناس وترخم عليهم ما لازم يدوك. حلوة يا. ايوه عشان هو كده. انت من تل... وايه ده الحلو برضه المنظر؟ وفين ايدك يا؟ ايه؟ حلو برضو ده. ايوه وعامل اعرج وبتاع. لا مش اعرج ولا حاجه، بس كل ده لزوم الشغل يا معلم. جدع يا. ايوه جدع. الله ينور عليك. يلا اتكل على الله. ايش حتى انا عايز الايراد يزيد. ما هو هيزيد ان شاء الله. يلا يلا الله يحرق الايراد ويحرق. خد تعال هنا. تعال بتبرطم. بتقول ايه وانت خارج؟ انا ما برطمتش، قلت حاجه. برطمت يا؟ ابدا يا معلم. طب اتكل على الله. ما احنا كنا هنمشي. قول تعال تعال. سمعتك المره دي. ما قلتش حاجه يا معلم. ده الواد ده. الواد ده؟ ايوه. طب امشي اتكل على الله. ماشي. ايه ايه